السعادة تكمن في العطاء، فكيف إذا كان العطاء بصمت وفي زمن الأعياد؟ ظهر كل يوم يأتي عمر ماسح الأحذية إلى مطعم سعادة السماء، يتناول الغداء، يدردش مع فقراء مثله، لا هو يعرف من هو صاحب المطعم ولا هم يسألونه عمن يكون. أنا مسي عادي بيجي بتغلان كل يوم 10,000، ماني قادر أكل برا، بيجي بأكلهم المطعم. الأب مجدي اسم لم يسمع به غالبية الجالسين هنا، ولا يعرفون أنه هو من أسس هذا المطعم المجاني في منطقة الميناء في طرابلس. أنا رجعت أيام الأيام، أنا بعتقد من عمر وقتها ما خلقت العمر 14 سنة أو 15 سنة، أهلي ما أخذوني على مطعم ولا مرة، ما قدروا، كان ما عنده إمكانية، فما بدي حدا يكون مثلي بقى. مطعم بيستقبل يومياً من 185 لل 200 شخص، عم تحكي ب 250 وجبة أكل. تمويل المطعم إجمالاً بالمواد الغذائية وحتى بالنقدة بيتأمنوا من متبرعين، بيطعمونا 5 أيام بالأسبوع، أحلى أكل. قال لي ما فينا ناكله ببيوتنا، عم ناكله هون. هذا المطعم مين عامله؟ مين مؤسسه؟ بتعرفي؟ لا، بس بارك الله فيه اللي عامله، وله أجر عند الله، الله يبارك فيه ويطرح له البركة ووسع رزقه لحتى يطعمينا. بيخدموك تلاميذ جامعه وناس عندها أشغال وعملها، بس كده أشغال وعملها بتخدمك، كتر خيرهم بارك الله فيهم. وبصير بمناسبة عيد، بمناسبة بوزعوا تاب، بوزعوا لحمة، بوزعوا معلبات. فقراء جرت الأيام عليهم وعصف الحرمان في كل حياتهم حتى طال قوتهم اليومي. في وجه كل منهم حكاية بائسة، لكنهم مع الأب مجدي وجمعية سعادة السماء يرسمون حكاية جميلة في زمن الميلاد. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، طرابلس شمال لبنان.